نتحدث في هذا اليوم عن بعض ما جاء في القرآن عن الماء. هذا الماء ينزله الله عز وجل بقدر فيصرف هذا الماء إلى كل أرض بحسب ما قدره الله عز وجل. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نسبوا إنزال هذا الماء من السماء نسبوه إلى النجوم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.